ربنا كرمنا وبركة هذا المسجد قدرنا نخلص توجيه سيادتك بالكامل في وقت قياسي. احنا يا فندم طبقا لتوجيهات سيادتك احنا افتتحنا المسجد للمصلين اعتبارا من 1 رمضان السنه دي الحمد لله. احنا تقريبا يا فندم خدنا 21 يوم في اعمال التطوير، كنا شغالين على مدار ال 24 ساعه والحمد لله ربنا وفقنا. استاذن سيادتك اللي هو محمد مدير الاشغال يعرض التطوير اللي تم كله. بعدين سيادتك احنا بدانا فندم باعمال الترميم للحوائط والاسقف للمسجد، قمنا سيادتك باعمال الصنفره واعاده التالف تغيير التالف وترميم الحوائط الحجريه سيادتك، غيرنا السفل يا فندم، غيرنا السفل سيادتك الدخان، وراعينا في اختيار اللون يا فندم انه يتماشى مع الالوان مع الاعمده الاثريه للمسجد سيادتك، والسفل ده حرك بارتفاع 170، قمنا حضرتك باعمال الترميم واعاده الدهان للاسقف بمسطح 4000 متر سيادتك، وقام في العمل يا فندم ده مرممين يعني سيادتك كان حوالي 300 مرمم على مدار 24 ساعه باستخدام حوالي 25 سيزر لسهوله الحركه داخل المسجد بسرعه انجاز الاعمال. سيادتك كان في وصلات كهربائيه عشوائيه كثيره جدا في المسجد، وغيرنا قلنا سيادتك وغيرنا شبكه الكهرباء الداخليه تماما للمسجد، ورفعنا قدره الكهربائيه المغذيه للمسجد ب 75 كيلو فولت امبير. لذلك سيادتك مكننا حضرتك ان احنا نكيف المسجد تكييف مركزي بحوالي حركه 500 طن تبريد عن طريق 10 مكنات تكييف مركزي سيادتك موجودين في المسجد. ايضا حضرتك احنا عملنا كل اعمال العزل الحراري والرطوبه للاسطح، وغيرنا البلاط الاسطح سيادتك، وعملنا كل المرمات الخارجيه للشخشيخ حضرتك اللي موجوده. انا عندي ثلاث شخشيخ سيادتك موجودين، استاذ حضرتك في عندي ثلاث شخشيخ سيادتك موجودين في المسجد من خشب سيادتك، تم معالجتهم وترميمهم داخليا وخارجيا. ايضا حضرتك احنا غيرنا كل الاضاءه الموجوده في المسجد سيادتك عن طريق 4 نجفات، 3 نجفات قطر 4 متر، 51 نجفه قطر 2 متر سيادتك اللي هم دول، وسيادتك عن طريق دلايات 160 دلايه و80 مشكاه و75 فندم ابليك حائطي موزعين على حوائط المسجد كلها. سيادتك كان البراطيم الخشب دي فندم احنا استغلنا في ان احنا مشينا فيها شبكه الكهرباء الجديده اللي هي حضرتك اتربطت على لوحات الكهرباء اللي احنا اضفناها حوالي 27 لوحه كهرباء، 7 رئيسي حضرتك و20 فرعي. اصبحت شبكه الكهرباء فندم حاليا على اعلى مستوى ومؤمنه تماما. قمنا حضرتك ايضا بتغيير النظام الصوتي في المسجد سيادتك اللي يحاكي احدث انظمه الصوت في العالم، وعندي حضرتك داخليا 21 سماعه موزعين في المسجد طبقا للدراسه الصوتيه معدل القلب. سيادتك كان في مشكله فندم في المسجد ان عدد المصلين عدد المكان المخصص للسيدات كان صغير جدا، وكان 85 سيد. اضافنا فندم جزء كبير استاذ سيادتك خلينا فندم عملنا باب خارجي للسيدات على الشارع الجانبي، واضفنا الجزء السفلي فندم، حضرتك الجزء السفلي سيادتك، وعملنا حضرتك جزء دور صندله سيادتك جديد، اصبح ساعه مصلى السيدات يا فندم 450 سيد. 450 450 يا فندم، من 85 سيادتك بقى 450. سيادتك زودناه كمان يا فندم بمسعف هيدروليكي حموله 500 كيلو لسهوله الحركه لكبار السن سيادتك وذوي الاحتياجات الخاصه. ايضا فندم اضافنا مساحه خارجيه للمسجد تسع 3000 مصلي، باضافه الجزء الامامي فندم حوالي 4000 متر مسطح، وعملنا سور سيادتك سي ان سي محيط بالمسجد كله لاضافه الخصوصيه للمكان حضرتك. السور فندم فيه 6 بوابات افراد و4 بوابات سيارات، وراعينا فندم ان احنا نعمل قبله خارجيه الساحه الخارجيه ومنبر سيادتك عشان في صلاه العيد حضرتك او لو في مناسبات خارجيه ممكن يشتغل سيادتك. كل المكان يا فندم مزود باحدث اجهزه الصوت، ايضا فندم مراقب بكاميرات مراقبه جميعا وشبكه انذار نظام الفحم.
بس عايز أأكد معاكم إن إحنا شكرا محمد إن إحنا لما جينا عملنا عمل الترميم ديت سواء هنا أو داخل الطريح إحنا كنا حريصين على إن إحنا لا نقترب من الأثر مش كده أهب وده اللي إحنا عايزين بس نوصله للناس عشان كان حصل فيه نقاش يطرح إحنا بنعمل إيه. هو فندم أستاذ سيادتك إحنا مفيش عمل عملناه في المسجد إلا بالتنسيق مع وزارة الآثار. كل الأثريات اللي موجودة هنا اتحافظ عليها محافظة تامة. ويمكن من ضمن الحاجات اللي كان عليها كلام موضوع القبة، إحنا الحمد لله القبة زي ما كانت موجودة وكان متوصل لها تكييف سابقاً، إحنا فندم رفعنا كفاءة التكييف وزودنا له قدرات تكييف عالية، إنما إحنا ما عملناش حاجة جديدة. حتى الواجهة بتاعة المدخل المقام بالبواب إحنا كل ده أعمال رفع كفاءة. طب اللي نفذ معانا أعمال رفع كفاءة فرع المقاولين العرب الأثريين اللي موجودين اللي بيعملوا كل المتاحف وبيعملوا كل الآثار معانا. حتى سيادتك أنا الخشب اللي موجود ده بالرسومات بمنتهى الدقة. يمكن إحنا لما محمد عرض إن إحنا زودنا صندرة خدنا التصميم بتاع الخشب ده بالرسومات بتاعته ونفذناها تحت عشان تبقى مطابقة لل للشكل اللي هو موجود. انما كل الاثار يا فندم احنا محافظين عليها تمام المحافظه، واحنا فاهمين كويس جدا ومقدرين الاثر ده شكله عامل ازاي. واحنا اشتغلنا في اثار كتير جدا، كل الاثار اللي اشتغلنا فيها الحمد لله رب العالمين كنا محافظين على المعنى الاثري بتاعها تماما. يعني بنشكركم. اختار السيد اختار السيد اختار